نتابع نطلق بالابراج وبنرجع بناخذ اتصالاتكم مشاهدينا بالاضافه لرسائلكم عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك. وبتمنى انه ما حدا يزعل لانه اسم الله عليكم رسائلكم كثيره والوقت كثير قصير، فعم جرب انقي اللي فعلا هن بحاجه لجمانة على الهواء مباشره، واكيد فيكم تتواصلوا انتم مع بعدين باي وقت مناسب لكم. تفضلي جمانة، بنبدا مع الحمل. اكيد هذا الاسبوع اسبوع، بس لحظه جمانة قبل ما تتابعي، في اجى اعتراض على الابراج قال انه الاسد ما عم تتوصي فيه. ايه، وفي اللي عم ناخذهم بقليل بموجز قليل، هلا ايه يعني قليل لانه ما فينا ناخذ اكثر من هيك كرمال الوقت يعني، فبس انه الاسد معترضين انه زيدي لهم شوي. ان دائما انا متهمه انه انا ما بحب الاسد، مع انه الاسد لانه هو تعبان بضله كل اشياء، يعني ما في انا اعطيه كلام من عندي اذا هو حسب شو بتطلع ارقامه. بس اذا بلاحظوا مواليد الاسد هن دائما تعبانين، يعني ما تزعلوا مني انه انتم حياتكم يعني حياتهم عاطفيا بتلاقيهم هن بيركضوا حتى اسرع من الاسد بيركضوا لحتى على رزقهم، على انه يقدروا يسكروا بالعاطفه، على السفر بتلاقي حياتهم هن ركض بركض. يعني الاسد الملك الغابي عجز عن سرعتهم اللي هن بيسرعوا فيها بالحياه يعني. بس في مثل بيقول ما تجري جري الوحوش غير رزقك ما حتحوش يعني، فهيدا الواحد بيسعى لينا، بس هو دائما لانه الشمس والقمر دائما عندهم كسوف وخسوف. ليش انا ما بتوصى؟ بس دائما عندهم مشاكل، نحن هن ظاهران العيان كوكب الشمس والقمر صح، فدائما في كسوف وخسوف، فالكسوف والخسوف بيأثر كثير على المواليد، ونحن عايشين على الارض فبيأثروا كثير على مواليد الاسد. بس هذا الاسبوع على فكره مش لانه حاتوصى فيه، بس هذا الاسبوع يا ريته ما حكى طلب يعني. ايه يعني كان هلا اليوم تفاجئ انه شو طالع له مولود الاسد. طب خلينا نبلش فيه؟ ايه اكيد، لانه هلا نجم ثريا ونجم الطائر والنجم الدبره والنطره هدول من النجوم الحلوه اللي بيأثروا على مولود اكثر شيء الاسد، على مواليد الاسد، على مواليد القوس المواليد الناريه، على مولود الحمل، بالاضافه للنتره اللي هو بأثر على مولود العقرب، مولود الحوت، مولود الميزان اللي هو دائما الثريا والثور، هن بالطليعه هذا الاسبوع. حنحكي عن المولود الاسد، فرصه عمل لسفر او فرصه سفر لعمل، عليك انك ما تضيعها مولود الاسد، وهذه الفرصه ما تخليها تروح من ايدك لانه الفرصه بتيجي مره بالعمر. عندك حتى مفاجآت مالية، في حدا بده يساعدك ماديا بيوم الخميس ويوم الجمعة، في فرحة لإلك مادية. بس حأرجع ليوم الأربعاء، يوم الأربعاء اللي ممكن يكون عندك سفر أو تسمع خبر قبولك بعمل ما أنت قادم عليه من أشهر طويلة، بس بقول لك ما تقلق أمورك على أحسن ما يرام. كنت ممكن أعطيت بأول الحلقة نصيحة هي الكمون والمي السخنة مع العصير الحامض شوي، أو حز يعني مثل ما بقولوا قطعة من حامض الليمون تحطها بقلب هالكوب وتشربها، وهيك انت بيكون منك ما تعود تحتاج للطوقعات، ما تعود تحتاج لك شو قال لك، لانك حتلاقي عندك طاقه غريبه بجسمك، وانت من الابراج الناريه المي بتطفي النار جواتك والعصبيه بتروح، فهيك بتقدر تفكر اكثر وبيساعدك على التفكير ويبرد اعصابك، لانه دائما انتم الابراج الاسد كثير شوي عندكم غضب لما ما بتطلع الشغله بايدكم. فان شاء الله الله بيوفق كل واحد بيتكل على رب العالمين، هو الاتكال على. بس هذه توقعاتك حلوه هالاسبوع، وخبرني الاسبوع الجاي مواليد، خبروني مواليد الاسد شو صار معكم اذا كل واحد اخذ شي شغله من هالتوقعات هالاسبوع اللي قلت لكم اياها. حاتوصى فيك اكثر واعطيك ارقام حظ، بركي اللي الدول الاجنبيه يجربوا حظهم. رقم 1 و13 21 29 33 41 47 و53، ما بعرف عنكم 53 بس خذ هالرقم 53، او اجمعوا على رقم 8 5 و3 بيعطي 8، فجرب حظك هالاسبوع، هيك بكون يمكن اعطيتوا اشياء كثير لمولود الاسد، وان شاء الله ترضوا علينا لانه بالنهايه هي توقعات، بس اللي بيتفائل بالاشياء فبتعكس عليه، يعني اذا انت اخذت بالمواضيع اللي تنقول الايجابيه فالايجابيه بتعكس عليك، واذا اخذت بالسلبيه سلبيه ما تفكر فيها ابدا لانه ما تاثر عليك ابدا، دائما فكر ايجابي بتنال اشيائك ان شاء الله. هذا بالنسبه لمولود الاسد. ننتقل لمولود يعني الحمل، يعني عطيناهم دقيقتين كثير. ايه؟
كثير ما يزعلوا ولا بقى يبعثوا لنا مسجز اعتراضات. بس مولود الحمل اللي هلا هو بالطليع باعماله، وهداك من الاسبوع بلش الحماس عنده والنشاط، وبلش مشاريعك تزبط. مولود الحمل عندك مفاجات على مشروع او اتفاق، هذا بده يتم الاتفاق بينك وبين رؤسائك او شركائك خارج ارضك او داخل ارضك، فانت بالطليع باعمالك. صحتك على احسن ما يرام، ما تفكر ابدا باوضاعك الصحيه. مولود الثور لينا، مولود الثور هالفتره اللي عم بيحاول انه يرتبط جديا، فهيدا الستات حتنبسط كثير انه هي خلص حترتبط، لكن الرجل هو اللي حيحمل المسؤوليه شوي وحيفكر ماليا قبل ما يقدم على هالموضوع، ولكن تفكيرك حيكون جدي هالفتره. مولود الثور ان كان امراه او رجل، للارتباط والاستقرار موجود اخر هالاسبوع. اشخاص من برا صاركم زمان ما شايفين، وممكن تبكوا دموع فرح. دائما الانسان هو دائما دموع للفرح وللحزن، مش بس للحزن، فانت حتبكي هالاسبوع اسبوع فرح، دموع فرح ان شاء الله. بالنسبه لمولود الجوزاء، في هناك خديعه ما بالعمل او بالشركه، في ناس عم بيحاولوا يدخلوا الخوف لقلبك لحتى يشلوا تفكيرك عن عمل مهام مهم بشغلك انك ما تقوم فيه، فما تخلي الخوف يسيطر عليك ولا يدخل قلبك، لانك انت باوضاعك العمليه ممتاز وممكن تكسب اللي انت عم تسعى له، فما تخلي الخوف يسيطر على خطوات اعمالك. صحتك منيحه كمان، هيك يمكن عم بعطي شوي صحيانا بعض المواليد، لانه هن شوي متوترين صحيا وعم بيفكروا شوي بصحتهم، فمولود الجوزاء صحيا على احسن ما يرام. السرطان مش حنغيب عنك مولود السرطان، وانت الامر اللي دائما بتعكسك الامور الماديه، هناك من قد يساعدك بشيء من المال ان كان من اقربائك او اصحابك، يعني قليل ما نلاقي صاحب هالايام يساعد صاحبه بالمال، ولكن ممكن يكون الصاحب احسن من القريب له، ففي صاحب له او حدا قريب بعيد ممكن يساعده ماديا تقوم باشياء وتحصل على اموال منه، مش طائله ولكن بتنفرج احواله الماديه هالاسبوع مولود السرطان. عندك بعض المشاكل العاطفيه ممكن تسعى انك تصلحها، ولكن في هناك يعني ما كمان من قد يساعدك على هالمصالحه لمولود السرطان. من قفل الاسد لانه حكيناه بنطلع على العذراء. مولود العذراء شراء بيت او عمار بيت او انتقال لبيت او انتقال لعمل يخليك انك تضطر تغير بيتك، فمقاطعه او مكان او بلد اخر، فكل المواليد العذراء الانتقال، لانه النجم الترفع ببلش يتنقل بالفلك، فهناك انتقال لكل مواليد العذراء. مكاسب ماليه للبعض منكم اللي انتم بمشاريع بالماضي ونطرتوا هالرزق، فالرزق ان شاء الله اتي بيوم خميس وجمعه. بعد عنا دقيقتين جمانة هنحكي الميزان، ميزان ايضا على سفر، على استجمام مع الشريك مع الحبيب، وهناك ايضا ممكن يوقع على عمل جديد او موافقه على عمل، يعطي الموافقه، فبقول له اعطي الموافقه لانه فرصته حلوه هالاسبوع. مولود العقرب مفاجات عائليه، فرح ببيته، رزق ببيته بده يدخل، تعرف على شخص كثير كثير مهم، صاروا زمان ما شافه، وايضا يمكن سامع عنه بس ما شافه، لكن بيفتح له افاق جديده بعمل او مشروع، او ممكن يكون هو شريكه أو رفيقه بعمل ما خارج هيدا الأرض. مولود القوس بعد المفاجآت العملية لإله، مولود القوس وهناك رؤساء واتفاق، وممكن يحط البصمات الحلوة ويلفت الأنظار رؤساء ويستلم عمل جديد آخر. مولود الجدي، مولود بيدخل جديد لعبيته، ممكن صبي أو بنت بيتبشر إن شاء الله، يمكن هالشي ما سامعه من زمان بس بيتبشر، من ضروري إن الواحد يكون هلأ حامل ويجيبه المولود، لا ممكن يتبشر إنه هيدا شخص حامل ولكن هذا من افراد عائلته. صحته كمان على احسن ما يرام، بعد الفحوصات بقوم فيها على خير. مولود الدلو مفاجات ايضا عمليه لمولود الدلو، ولكن هناك من قد يحاول انه يسيطر عليه بالشغل ويكون انه يحسس انه هو غير ملائم لهذا العمل اللي عم بقوم فيه، فبقول له لمولود الدلو انه عليه انه ما يطلع وراه ولا حتى ياخذ بالكلام اللي حيسمع
العمل، لانه في انتقادات كثير رح تكون بالعمل لإله، فما ياخذ بهالانتقادات ابدا. هو وضعه كثير مستقر، وايضا اموره العاطفيه مستقره هالاسبوع، لانه من الاسبوع الماضي بلش اموره منيحه جيده، لانه دائما عنده قلق. بننهي مولود الحوت، مولود الحوت اللي بعده هلا بالشهر العسل او بالامور العاطفيه الحلوه اللي بلش فيها من الاسبوع الماضي، لكن مولود الحوت هناك سفر يمكن يلغيه ويطلع على مكان اخر، يعني ممكن يلغي سفر باول هالاسبوع ليطلع على سفر اخر، ولكن هالسفر ما حيكون استجمام قد ما حيكون شغل خارج ارضه. هذا بالنسبه لمواليد 12 لهالاسبوع.